قوي. نور الشريف ومحمود عبد العزيز ونورا ايه يعني عاوز ايه تاني؟ انا لو كنت عاوز اسرقكم كنت خبيت عنكم الحقيقه ونمت على 750 الف جنيه اللي دفعهم بابا. اول بطوله في حياتي عملتها بطوله كوره. الفيلم ده فكرته في دماغي مده كبيره جدا. دي فرصه سعيده جدا. انا والله العظيم مش مصدق نفسي. الفيلم ده لقى عنك كبير في الرقابة عشان أمن دولة وإزاي نطلع ضابط شرطة بيقتل، لكن في النهاية بقى أصبح حتى مرادف لمحمد خان إنه المخرج المهم. لو كنت دلوقتي على مكتبك قاعد على كرسيك وسط الهيلمان والسلطة، كانت الأقوال اترصت والتقارير اتكتبت وألف حصر على اللي قاعد تحت إيدك.